سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف. نعم خطيرة، كرة في المرمى، يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم وهذا هو ما حدث اليوم. الكرة توضع في أفضل مكان، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. الآن مع فرصة للتسديد من منطقة الجزاء، توتر كبير جدا من اللاعبين اللي يعترضون على قرار الحكم، لكن في الأخير الحكم احتسب ركلة جزاء وهو قرار لا رجعة فيه. لو سجلها راح يؤكد تفوق في المباراة. يمكنهم الارتياح الآن، سجل الهدف ووسع الفارق. لعبها بغاية الهدوء، لقد كان حاسما بعض الشيء، اتخذ قراره، حدد الاتجاه، وضع الكرة في الشباك. لعبة رائعة.